نجري في القيادة وفي الجامعة باش نستافد. خدمة بالأولى جات في الطاليك ديالي اللي كان الجوج ديالي وكان غاينا على الزنقة أنا وثلاثة الوليدات، وفي الأخر بقيت كنجوق معايا ساعات لقيت تدخلني معاه في الاستفادة بني بالكلام الساقط وكيقول لي أنا عندي ولادي اللي غيديروا لك ويفعلوا لك. أنا عندي الله، ما عندي حتى شي واحد من الدنيا من غير الله سبحانه وتعالى. وليت كنتعايش بالمرض ديالي، هو في القران كنطلب من الله الا كان شي حاجه خازنه ليا يزيدني. انا عايشه عافي بيت، كنت كاريه ملي كنت خدامه على وليداتي، ما عنديش باش نكري. انا الدو دابا حاليا هاد البريله ما دقيتيش كنطيح كنغيب، ما كنعقلش على راسي. منين تزيد غندير ليه وكاله ويبيع؟ فين غنشد فيه؟ الا كانت المحكمه غتنصفني من هذا المنبر كنقولها، الا كانت غتنصفني انا وثلاثه الوليدات نكتب لهاد الوكاله قدام المحكمه ومنصر ليا غير وليداتي. كنت قاري ما غنوصلش لهاد الشيء من كاتبه عموميه تصدقت، وانا كنطالب منه الا كان يشوف هاد النداء ديالي يدير معايا اللي دات معاه في الوثيقه ويني بماله الخاص. ما كاينش الثالث، الا بغى يدخل الثالث نفسخ انا وياه داك العقد اللي درت انا وياه، وانا ناخذ حقي وهو ياخذ حقه ومن الشكري ياخذ حقه. البلان ما عندوش باش يجيبه. انا هاد السيد راه ما حابساش، هاد السيد راه ما عندوش حتى باش يخلص البلان، وكيمشي للمحكمه كيكذب لها وحكمت عليه المحكمه بمليون عطى علينا تعويضات. راه انا اللي خاصني نطلب التعويضات، انا اللي خاصني نطلب التعويضات باش ما يوقعش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا خويا استفدت في دوار سيدي عباد انا والجوج ديالي في بقعه، وهو استفد السيد في المسيره، هو كيقلب على الشريك وانا نفس هذا كنقلب على الشريك، خاص جوج يكونوا في بقعه. فعلا السيد جابوا واحد المقدم قال لي واحد السيده راه باغا تشرك، جا عندي اخويا مده 15 يوم وكيجي عندي قال لي غنشركو. قلت له انا راك تشرك معايا راه ما عنديش باش نخلص وباش نبني. قال لي انا راه غنبني لك، قال لي انا راه غنشرك انا وياك غنخلص عليك مبلغ ديال جوج المليون ديالي انا، وجوج المليون ديالو هو ديال البقعه وانا اللي غنبني لك. قلت له توكلنا على الله، درته في مرتبه الوالد ديالي. فعلا اخويا مشينا جمعنا الوراق الاداريه، وقفوا معايا الناس المسؤولين ساعه القايد والمقدميه وداك الشيء. ديك الساعه كان راجلي في السجن، شركت انا وياه جمعت الوراق الاداريه ما لقيت حتى شي مشكل في الوثائق، كلشي جمعتهم معاه. فعلا قرعنا اخويا في المقاطعه ديال رياض السلام. من بغينا نقرعوا هز ولدي القرعه، الدري الصغير هز القرعه، من جات القرعه هزنا جاتنا شوكه تفضيليه ثلاثه الواجهات. قبل دانا خويا عند كاتبه عموميه قبل ما نقرع، من دانا عند كاتبه عموميه كتب معايا واحد الوثيقه قال لي غنكتبوا هاد الوثيقه انت ما تخلي عليا وانا ما نتخلى عليك ديال عقد الشراكه. فعلا انا خويا ما قريت، مشيت عند كاتبه عموميه ما سولتني ما حتى شي حاجه، قالت لي راه واحد الوثيقه كتبات تويا انت ما تخلي عليا وما تخلى عليك. كنتوكلوا على الله، انا ثقت فيه ودرت منتسبه الوالد ديالي. فعلا شدينا ديك الوثيقه مشينا بغينا نجليزوها في المقاطعه ديال رياض السلام. من مشينا خويا بغينا نجليزوها في المقاطعه ديال رياض السلام ما بغاش يجليزي لنا واحد السيد كربي نوبي الله، قال لي انا ما نجليزيش هاد الوثيقه، الا بغيتي تكتب الا بغيتي تكتب سير عند العدول كتبوا هاد الوثيقه وجيو نجليزي ليكم. فعلا شافوا المقدم ديالهم ديال المسيره شد من عندو الوثيقه دخل عند السيد جا قال لي الا مسني هنا. فعلا سنيت، مني سنيت اخويا قال لي شوف انت ما تخلع عليهم. قلت انا راه انا دايره فيك الثقه درت كنت الوالد، انا ما ديما نقول لك. قرعنا اخويا مشى خلصنا في البنك في البنكه مع 12 ونص، قرعنا مع 3 ونص هز ولدي القرعه جاتنا شوكه تفضيليه. بقى خويا البلان معطل مده 6 شهور ولا 7 شهور في داك في الفتح واحد، بقى خويا البلان معطل. من تعطل البلان انا كنت قبل درت واحد العمليه، درت العمليه جاني ميكروب اخويا في الراس. ما نقدرش نقول لكم اخوتي المغاربه هذا المرض، اللي عنده هذا المرض راه كيحس. انا راه تعايرت به والحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا قدر قدر الله. جاني درت العمليه، وقفوا معايا عائلتي وقفوا معايا احبابي جيراننا الحمد لله. طمن معايا شي ناس محسنين الله يخلص تربيتهم على خير، خاصني نجمع الاسماء ديالهم الله يرحمني من الوالدين راه كيشوفوا النداء ديالي. درت ديك العمليه خويا في الواسيس، جا عندي باش اساس يشوفني هو مرتو ملي خرجت من الكلينيك. قال لي الا دابا شنو؟ قلت انا دابا في المرض ديالي ما سير نتايا ملي تبغي تجيب البلان راه غنمشي معاك ونجيبو ونجيو. السيد كان تفاجئ بيه مشى دعاني في المحكمه ما مشاش يجيب البلان. جاتني السيده عمل عندها عن قضائي، ملي جاتني ديك السيده قال لي بودي اش السيده؟ قال لي راه الشريك ديالها دعاها باذن السيده حابساه. انا ما حابسه ما والو، حاليا كنقولها ما حابساش يبني ليا بماله الخاص بفلوسه برزقه، قال لك انا عندي رزقي بماله الخاص يبني ليا.
من يا خويا كنتفاجئ جاني العون القضائي، انا مريضه ما عنديش كيفاش غنمشي للمحكمه، حكمت المحكمه من صالحه. جيت انايا من وليت شويه هزني ولدي مسكين، مشيت للمحكمه دخلت عند واحد السيد اللي كرب بينه وبالله، بركني في البيرو قال لي يا بنيتي تسناني نعيط عليه، عطيتو نمرتو عيط عليه واجيني انا وياه، قال لي غنفذ عليها، قال لي شتنفذ، قال لي حابسه، قلت لي ما حابساش، اليوم الدنيا غدا اخره، انا السيد ما حابساش يبني لي غير السكونه تي من ساعه دابا، قلت لي نمشي انا ويا رجلي برجلو نخلصو البلان، جاتنا فيه 100,000 و 4,000 ريال، اللي نخلصو البلان ومن غدا من لا لقيتيني حابسه ايدكم طويله عليا، القانون عليا وعليه. تا جا تصالح معايا من 2018 حتى 2020، ملي تصالحت انا وياه تا كنتفاجئ عاوتاني ملي خرج راجلي من السجن قال لي وابني لينا، انا دابا خرجت من السجن من 2020، هذا راه 2022، راه عامين ونص باش خرجت من السجن، ابني ليا راه عندي بارطما انا وياه هي النص وانا النص، راه بارطما خوتي المغاربه راه فيها اربع عدي انايا، راه ماشي بارطما بوحدي، راه اربع، وراه غياخذ الماكازا واللي فوق الماكازا واللي فوق منه، وانا عطاني اللي مني الصح وكحله وجوج المليون. قلت له انا ابني ليا، قال لي ما عنديش، الا بغيتيني نبني من مشى سول على راسو قال لي الا ما كتبتش لك الوكاله ما عندكش كيفاش تبيع. حتى كنتفاجئ بالبلايك معلقهم اخوتي المغاربه شوفوا دايرها للبيع، عيطت عليه في التليفون قلت له اش باغي تبيع الدار، قال لي غدير لي وكاله، قال لي غدير لي وكاله باش نبيع باش نبني لك، قلت انا ما نقدرش ندير لك وكاله، انا البلان اللي بقى بيني وبينك يلا نمشيو نخلصو ونجيبو وبدا تحفر، انا ما نقدرش نكتب لك الوكاله، انا ما نثقش فيه خيط نصب عليا حتى السيد نصاب، نصب عليا في الاول هاد كتيبه عموميه ومن وراه من 2018 هو داعيني حتى 2020 اخوتي المغاربه، ومشينا وثقنا هذيك الوثيقه ديال كتيبه عموميه وثقناها عند العدول، ومشيت عند العدول كاع العدولات في المحمديه تسارينا حتى واحد ما بغى يكتب لي، من مشينا عند واحد العدول كيعرفوا قال لي شوفي بنتي تقليدك عليا انا راه ما غنزيد ما غنقص غير هذيك الوثيقه غنوثقها لك. مني جا انا وياه تكنتفاجئ كيعلق البلايك للبيع وما بغى يدير معايا حتى شي حل، كيقول لي انا عندي النفوذ ديالي في المحكمه انا حرفت نشردك، وانا عطى لي سيدنا الله ينصرو، وهاديك السيفه دابا خصوصا خدت عليها مرضى باش خدتها، كنضل نجري في القياده وفي الجامعه باش نستافد، خدنا بالاولى جات في الطاليك ديالي اللي كان جوج ديالي، وكان غايلوح على الزنقه انا وثلاثه الوليدات، وفي الاخر بقيت كنجوق معايا ساعات لقيت تدخلني معاه في السيفه، زقت انا الربع والطلاق ديالي الربع، شردته تا هو شردته، علاش خدت السيد جاني في سمت انسان، درت في منتسبات الوالد ديالي، انا دعيت الله ما كاين ما زحمت من دعوة الله سبحانه وتعالى، انا ما خدتش حقي هنا راه غناخذوا ليه، وكنتفاجئ بالتهديدات هددني ما هي مره ما هي جوج، ومؤخرا هاد السيمانه هادي هددني مشيت عند جودان وشاف التليفون الله يخرج سربيسو على خير ورحم لي الوالدين وعطاني حقي، دار نهار كامل هو داوي معاه، قلت انا ما بقاش يعايرني ويسبني بالكلام الساقط، وكيقول لي انا عندي ولادي اللي غيديروا لك ويفعلوا لك، انا عندي الله ما عندي حتى شي واحد من الدنيا من غير الله سبحانه وتعالى، وليت كنت عايشه بالمرض ديالي هو في القرآن انا كنطلب من الله الا كان شي حاجه خازنه لي يزيدني، انا عايشه عافي بيت كنت كاريه ملي كنت خدامه على وليداتي ما عنديش باش نكري، انا الدو دابا حاليا هاد البرايل ما دقيتهاش كنطيع كنغيب ما كنعقلش على راسي، من هاد الزيد غندير ليه وكاله ويبيع فين غنشد فيه، الا كانت هاد المحكمه غتنصفني من هاد المنبر كنقولها، الا كانت غتنصفني انا وثلاثه الوليدات نكتب لي هاد الوكاله قدام المحكمه وما ينصفوا لي غير وليداتي، انا ما باغا والو من هاد الدنيا، نصفوا لي دوك الوليدات ونكتب لي الوكاله هي اللي شادني بها، ما باغا حتى شي حال من هاد الدنيا، باغا سكنت وليداتي، وفي الاخر كنتاجئ به دعاني وحكمت المحكمه، وانا مشيت عند المحتسب وديته عند سعاد القيد، والقيد عيط للامين ولامين عيط للمحتسب وتلاقينا بثلاثه وعيط عليه وقال لي سير ابني للسيده ولا هاد البقعه غنوقفوا معاها وغنكتبوا للقيد اللي عطاوكم الاستفاده ونكتبوا للسيد العامل ونلغيو لكم هاد الاستفاده، قال لي لا ما عنديش انا باش نبني ليها انا غندخل الثالث من الشكر، قال لي سير دخل الثالث وبني السيده سكنتها، حتى كنتفاجئ فيه مشى دعاني في المحكمه وانا درت شكايه لوكيل الملك، وكنت فاجئ بيدن اصلا التماطول التماطول في المحكمه توصور الشكايه وما تصنتوش ليا ليها، كيصيفطوني للمركز الترابي وكنمشي وكندخل لا جودان كيقول لي يا بنتي راه ما جاتش الشكايه، وكيصيفطوني حتى سيدي موسى بن علي وانا ساكنه في المشروع في فتح واحد، يعني الشكايه هو ساكن في الفتح جوج وانا في فتح واحد، وعلاش هاد الشكايه غتمشي وكيتفلاو يومين مشيت عند السيده دارت فيا في المحكمه، يعني عنده النفوذ ديالو، انا كنطالب من الناس المسؤولين الكبار وجلاله الملك يتداخلوا في هذه القضيه، خيت هاد السيد نصاب كينصب
وعندو تا خوته هو ناصب على شي وحده نيت في هذيك الدار ديال خو نيت. الناس نصابه كنصبوا على عباد الله، حيت انا لقاني مرا ما لقى ما عديش ما قارياش، كنت قاريه ما غنصدش هذا الشيء من كاتبه عموميه تصدقت. وانا كنطالب منه الا كان يشوف هذا النداء ديالي يدير معايا اللي درت معاه في الوثيقه، ويني بماله الخاص ما كاينش الثالث. الا بغى يدخل الثالث نفسخ انا وياه داك العقد اللي درت انا وياه، وانا ناخذ حقي وهو ياخذ حقه ومن الشكرا ياخذ حقه. كيجيو مال الشكرا كيقول لي الا ما نخلصوا عليك جوج المليون وناخذوا نص المكازا وبارطمون ونص، ولا ياخذ المكازا وما عندوش باش يبني، وكيقول لي انا باغي، وكيمشي للمحكمه كيكذب عليهم. وهادشي كله علاش دايرو؟ على الوكاله. كلشي الوثائق الديالي جامعينهم، والبلان راه باقي خويا في بيني خلف، البلان ما عندوش باش يجيبو. انا هاد السيد راه ما حابساش، هاد السيد راه ما عندوش حتى باش يخلص البلان، وكيمشي للمحكمه كيكذب لها، وحكمت عليه المحكمه بمليون عطى علينا تعويضات. راه انا اللي خاصني نطلب التعويضات، انا اللي خاصني نطلب التعويضات، اللي انا من 2018 وانا مشرده وقال لي غنبني لك مالي الخاص. انا ما عنديش باش نعطي داك المليون، انا لا حماك بدل المحكمه غنمشي ندي ولادي ويحكموا عليا بالسجن انا وولادي. انا ما عنديش باش نخلص، انا كون عندي المليون نمشي نشري هاد البرا اللي ب 13000 ريال اللي كيشروا عليا المحسنين باش كنوض لوليداتي. انا راه ولادي كون ما لقيتش امي كل ولادي ماتوا غير بالجوع. انا امي كديرها بيعه وشريه باش كتهز ليا ولادي. انا ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى. هاد السيد باغي ينصب عليا ودمرني ودمر لي حياتي. تصور اخويا ما كنعش، كنتفكر بزاف د الحوايج، وليت كنقول انا شردت ولادي ودرتها بيدي، وصافي هادشي وقع ليا ما نتشاركش معاه. وكان خوتي المغاربه اللي بغا يتشارك مع شي واحد في هاد الاستفاده حتى يسول عليه غادي يمشي يتكاتب معاه. خيت الناس دابا المشكل كيجي عندك في صفه وتقلب عليك في صفه اخرى. انا بغيت غير حقي، انا كنطالب من جلاله الملك وبرئيس المحكمه ديال الابتدائيه ديال المحمديه الداخل في هذه القضيه، وانا ما غنسكتش على حقي. ولو كنا نمشي حتى الرباط راه غنمشي حتى الرباط وما غنسكتش على حقي، والله حقي ما نسكت عليه. ولا ما عطاونيش حقي غناخذ حقي عند الله سبحانه وتعالى، واني غناخذ حقي، غناخذ حقي غنمشي عليه حتى الرباط. راه ما غنجلسش حيت ما عنديش فين نسكن انا ولادي، هو راه عنده ولادو اللي كيقول لهم ولدي معايا. استفاده خويا انت فيها غير قزيعي الهام ودارك عبد اللطيف هو الطليق ديالي وما اللي فيهم باش يقولك انا معايا ولدي في التفضيليه. ما كاينش التفضيليه، حنا قرعنا والتفضيليه عطاوها ليا انا خت مع الطليق ديالي، قرعنا عليها خت ما عطاونا الاستفاده وقالوا لنا هاكو سيرو. حنا قرعنا درنا قرعه، درنا ساعة القيد في ريه السلام وقطعه ريه السلام، وهز ولدي اللي عنده 6 سنين خت السيد نصاب، وكنقولوا نصاب وفات نصب ويدير الله قدامه ويدير الموت قدامه وشوف ويصلي. قالك يصلي وعرف بينه وبين الله، وشوفني انا كندمر انا ولادي ما عندوش تبشي يبني، وكيقول لك انا غنبني لك.